والحقيقه انه الاهلي مسيرته لا تتوقف مش بس رياضيا في كل المجالات، واحنا يمكن في اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها فرع نادي الاهلي في الشيخ زايد، واستكمالا اعتقد لعدد كبير جدا من الانشاءات والانجازات اللي تمت في عدد من الفروع في الفتره الاخيره يا ساره، واحنا شفنا يمكن في حلقه من السادسه استعرضنا فيها تطوير في فرع مدينه نصر. النهارده بنشوف الشيخ زايد، دي جوله طبعا تفقديه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، كان بيشرف وبيتابع الحقيقه كل التطورات اللي بتحصل في الفرع ده، وكمان منها طبعا صاله الاسكواش والجمباز ومجمع البنوك، وهكذا تدار المؤسسات يا احمد. حقيقي الحقيقه الانجازات اللي حققها النادي الاهلي مش بس جوه الملاعب او يعني في البطولات الرياضيه، لكن كمان في مسيره تطوير البنيه التحتيه في النادي وافرعه المختلفه، اعتقد مسيره تحترم جدا وفيها يعني قدره عظيمه جدا على الانجاز، سواء من ناحيه التنفيذيه او من ناحيه الزمنيه. انا بتهيالي انه احنا في ايقاع سريع جدا في حجم الانجازات اللي بتتم في النادي الاهلي، شفنا تطوير قناه النادي الاهلي، شفنا استاد الاهلي والسلام، وشفنا عدد كبير جدا من الافرع بيتم فيهم عمليه تطوير وتجديد شامله على كل المستويات. نتكلم شويه مع حضراتكم عن ماتش الاسماعيلي، وبيتهيألي انه احنا يمكن قلنا امبارح انه ماتش مهم جدا يا ساره، واعتقد انه النادي الاهلي فايقه